للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، هو خبر مهم ومفرح ونقطة مضيئة بالنسبة للسودان وشعبه الشقيق، وقد أوجزها رئيس المجلس السيادة السوداني عندما علق على رفع اسم السودان بأنه يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي وكذلك تحقيق مصالح الشعب السوداني. هل يمكن لك دكتور أن تفصل لنا كيف يمكن تحقيق ذلك؟ حياة حضرتك وفريق العمل الجمهور الكريم. في البداية تهانينا للشعب السوداني والقيادة والحكومة السودانية. خطوة الحياة هتسهم لحد بعيد في دعم السودان لتجاوز الظروف الصعبة اللي بيمر بيها، واللي الحقيقة من 27 سنة درج اسم السودان في الدول داعمة الإرهاب ساهم بشكل كبير فيما آلت إليه الأمور. لكن السودان بعد ثورة شعبية الحقيقة، وبعد ما خد المجال المسار السلمي في التحول، وحصل حالة من التوافق ما بين الشعب والقوات المسلحة على حكومة انتقالية أو على مجلس سيادي، وبدت السودان في خطوات الحقيقة في التقارب مع المجتمع الدولي. العقوبات كانت مؤثرة على جميع نواحي الحياة، سواء الشق الاقتصادي، التعليم، الصحة، دمج السودان في المنظمات الدولية أو في المجتمع الدولي، وأكيد أيضا يا دكتور العسكري. الحقيقة يعني السودان كانت في حالة من العزلة، ولا تحصل إلا يعني على المتاح من بعض المصادر التسليح. لما نتكلم على أمريكا، لما بتاخد موقف وتضع دولة إرهابية بتعمل عليها تأثيرات في دول أخرى، سواء كان في كل العالم حقيقة، حتى في أوروبا. يعني بإشارات أوروبا كانت باستحسان رفع العقوبات، وده تعني انفتاح اوروبي على السودان. المواطن السوداني بيتاثر، حتى ما يقدرش يسافر بسهوله، لما بيسافر بيتعرض لاجراءات مختلفه عشان يحصل على تاشيره، حتى في المطارات ما يقدرش حتى يدخل على الشبكه الدوليه يعمل تحميل لبرنامج، لان هو من الدول اللي عليها حجب حتى في الحصول على المعلومات من الشبكه الدوليه. احنا بنتكلم في السودان، دي معلومات مهمه جدا يا دكتور، يعني تفاصيل يمكن أن تكون غائبة عن المشاهد. ولكن في الحديث، يعني نحن نعرف أن السودان بلد مليء بالخيرات، ولكن يعاني من ظروف قاسية، وضمها إلى قائمة الإرهاب كان قرار مؤثر بالتأكيد على كل التفاصيل زي ما حضرتك شرحت. فيما يتعلق بأن سيفضي هذا القرار إلى دعم السودان اقتصاديا عبر المؤسسات الدولية، أيضا يعني بمعلوماتك القيمة نريد مزيد من التفصيل. بالفعل، أولا هتضمن إسقاط مديونيات على السودان. ثاني حاجة، يحق ليها من صندوق النقد الدولي تحصل على معونات طارئة فيما يتعلق بمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وخاصة المترتبة على جائحة كورونا، بيحسن الوضع الائتماني لها ليجعلها تحصل على قروض ومنح بشروط، سواء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كلاهما يعني. وزي ما حضرتك كنت بتقول في البداية، حتى في علاقتها مع أوروبا، مع الاتحاد الأوروبي أيضا، أليس كذلك؟ بالفعل، السبب هي أمريكا بتسيطر بالسويفت كود على كل الترانزاكشنز، على كل التحويلات من وإلى أي دولة في العالم، مش شرط تكون مع أمريكا. يعني حتى لو بتعمل تحويل إلى أثيوبيا، دولة جوار، بتمر عبر الولايات المتحدة، يمكن الولايات المتحدة إيقاف التحويل أو مراجعتها. فهو كان وضع خاص بأربع دول في العالم، من أكثر من 193 دولة أعضاء في الجمعية العامة المتحدة، طبعا منهم كوريا الشمالية، إيران وسوريا. فوضع يعني استثنائي كفيل. دعنا دكتور سمير راغب نهنئ مرة أخرى القيادة والشعب السوداني. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية.